وعلى هامش الاجتماع الوزري للدول الاعضاء في التحالف الدولي لمكافحه داعش اجتمع سعاده الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجيه مع معالي السيد جوردن غريليش رادمان وزير الخارجيه والشؤون الاوروبيه بجمهوريه كرواتيا وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خدمه للمصالح المتبادله كما بحث الجانبان تطورات الاوضاع السياسيه والامنيه والاقليميه والدوليه وجهود احلال الامن والسلم في الشرق الاوسط والقاره الاوروبيه